أشكر جزيل الشكر، شكرا سيدي الرئيس، أشكر جميع القائمين على هذا اليوم الدراسي والقائمين على إنجاحه إن شاء الله. إذا مداخلتي الموسومة بفضاء البحر المتخيل الروائي النسوي الجزائري، اخترنا أن هذا العنوان ودراستنا تنصب على رواية باللغة الفرنسية هي رواية كومونسمون تي لا مير، في البدء كان البحر، لميسا باي، الكاتبة الجزائرية ميسا باي، والتي نشرتها عام 1996 وهي أول رواية لها. ورواية السمك لا يبالي لإنعام بيروت وهي رواية نشرتها في عام 2004. إذا هذه سنحاول من خلال هذه المداخلة أن نتطرق إلى فضاء البحر على مستوى الخطاب السردي عند المرأة الكاتبة. وكما أشار زملاء الأساتذة الأفاضل إلى أن العرب منذ القديم لم يعرفوا هذه التيمة أو لم يتطرقوا إلى البحر في أعمالهم، على غرار ما لاحظناه في عند الأدباء المغاربة. ربما هذا يعود إلى أن المبدع ابن بيئته أو الإنسان ابن بيئته، هذا ما ظهر أيضا أو ما تجلى عند الكاتبات النسويات اللواتي كثيرا ما يلجأن إلى البحر ومساءلة هذا البحر في كثير من الأحيان أو التصريح له ببعض الخبايا وما يسمى بالمسكوت عنه في الكتابات النسوية. فالفضاء لا يشكل لنا المتن السردي فحسب، بل يسهم في تشكيل الأبعاد الدلالية وإضفائها على مختلف العلاقات التي تجمع بين الذات والفضاء واستنباط القيم التي يفرزها هذا المكون. ونظرا للتنوع الأفضية وتشعبها وتعدد دلالاتها في النصوص الروائية الجزائرية، فقد حاولنا الوقوف عند رواية في البدء كان البحر للكاتبة ميسا باي. ومثلما يدل عليها العنوان مباشرة كأول عتبة يطأها القارئ، تدل على أن الكاتبة تسعى إلى خلق هذه العلاقة الموجودة بين شخوص الرواية والبحر ومستوياتها للكشف عن هموم الذات والمجتمع والوطن والسلطة والإرهاب والتحرر من عبء الواقع وتناقضاته عبر العالم التخيلي الذي يحتفي بالبحر عن هوية جديدة تمتد في النسيج الروائي. حيث تلجأ هذه الكاتبة إلى إشارة إلى قيمة هذا الفضاء من خلال علاقته بالشخصية الأساسية نادية. نادية هي ابنة الجزائر، تنتقل مع عائلتها للعيش في الجزائر العاصمة قبالة البحر بالعاصمة، وهذه الشخصية تسرد لنا أحداث العشرية السوداء وعلاقتها بهذه المرحلة التي عاشتها الجزائر، وكيف لنادية أن تدخل في علاقة حب مع كريم، هذا ما سيحدث لها زعزعة في أسرتها، وأيضا ما سيتدخل فيه الآخر للتمسك بهذه الشخصية الأساسية وهي نادية، التي ستلجأ إلى البحر لتخرج من هذه القيود التي يقيدها بها المجتمع أو ما يسمى بالمؤسسة الدينية والمؤسسة الاجتماعية وكل ما تخفيه الأنساق المضمرة التي ستكون شخصية نادية. هنا ترصد لنا هنا الكاتبة صور الذات الأنثوية في الرواية من خلال تتبع هذه الجمل الثقافية التي يضمرها خطاب الرواية والتي تمررها السردة من خلال خطابها الذي تسعى من خلال رصد صور المرأة الجزائرية في هذه العشرية السوداء.
إذا سنلاحظ أن هنا لذلك يعملان على إدماج الحكي في نطاق المحتمل. فعبر النص الخطابي لرواية ليس با يخرج عن حيزه التقريري إلى نطاق أوسع هو المجاز ليعبر عن صورة محتملة غير واردة في النص، لأن حضور الفضاء في هذه الرواية لم يكن بوصفه مكانا تدور فيه الأحداث والوقائع الحكائية أو تتمركز حولها الفاعلية الشعرية، بل الفضاء كواهي بالكتابة جماليا وتكوينيا عند هذه المرأة الكاتبة، والفضاء كشكل ومعنى، الفضاء كذاكرة وهوية ووجود، الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعينا الثقافي والاجتماعي والجمالي وبنسيجنا السيكولوجي والمعرفي والإيديولوجي. إذ يوسع اشتغال دلالة البحر داخل الرواية دائرة الإيحاء للغة الخطاب وتعدد الرؤى، و لهذا نجد الكاتبة أو الشخصية البطلة تلجأ إلى أو تفتح عتبة النص الروائي النسوي على العلاقة بين البحر والذات النسوية. ففي البحر تتحدد مركزية الذات وهو المكان المفتوح بكل إسقاطاته في المتن السردي، حيث تجعلنا هذه الإسقاطات نقف أمام الوجود بكثير من الأسئلة، وهذه الجدلية تحيلنا إلى صراع المرأة مع الممر الثقافي والاجتماعي وجبروت الآخر وحتمية السلطة التي يمارسها عليها. فكان البحر هو المرجع الذي تسترجع فيه الذات الأنثوية وجودها، فتتحول مكانة البحر في الرواية من مجرد إلى محسوس. كما أشارت أيضا نشير إلى أن في هذه الرواية في البدء كان البحر لميسى باي، نجد تماهي الشخصية البطلة مديا مع البحر، وشيء نفسه نجده في رواية السمك لا يبالي لإنعام بيوض، حيث يطغى هذا الفضاء على تفكير بطلتي الروايتين وعلى يوميتها ما ساهم في تكييف البحر لها، ما جعل منها أيضا نموذجا إنسانيا. فاعتماد البحر كآلية جمالية تحقق جمالية الخطاب الروائي، كما جمعت كل من ميسى باي وإنعام بيوض أجزاء أحداثه في قالب سردي جميل، ما جعل البحر يحتل موضعا هاما في الروايتين. وإذا عدنا إلى صورة هذا الفضاء في رواية في البدء كان البحر، سنجد وهي التي صورت الكاتبة عبر سردها للساردة عفوا من خلال سردها لأوجاع نادية حينما تلجأ إلى هذا الفضاء، حيث تتعزز سلطة الوصاية على المرأة عبر خطاب هذه الرواية من خلال رصد صور السلطة التي يتمتع بها أخ نادية، وأين تحضر هذه المؤسسة الذكورية من خلال الرواية كمؤسسة حاملة لثقافة مضمرة هي أساس تفاعلها مع المجتمع ومكوناته، حيث تخول الأسرة والمجتمع وحتى الأم بحد ذاتها التي تمثل المرأة نفسها. ذكر سلطة التحكم في المرأة إلى درجة التدخل في أبسط الأشياء التي تقوم بها. فأول قمع عانت منه شخصية نادية كان من طرف أخيها جمال وهو الأصغر منها سنا، حيث تشير الساردة إلى انتقال العائلة إلى العيش في منزل قباب البحر بالعاصمة، لتستيقظ نادية باكرا وتنزل إلى البحر قبل بزوغ الفجر. وتصف الساردة شعورها بالحرية والانعدام لأول مرة في حياتها وهي تجلس على الرمال الذهبية تستنشق الهواء النقي، لكن سرعان ما تصطدم عند عودتها إلى البيت بنظرات أخيها جمال وهو يسألها من أين أتيت؟ دو فيانتو ريبيتيل. أحست من نبرة صوته القوية ونظراته التي تكن لها الغضب الشديد كما تضمره هذه الجملة الثقافية أن الثقافية
على أن هذا الحدث كحدث ثقافي بامتياز فرضت القيم الثقافية التربوية التي تنشأ عليها المرأة، فهي لا تعيش رغبتها إنما تصورها الساردة كذات راغبة انطلاقا من الرغبة الذكورية. كما يعلو في هذا الخطاب أيضا هذه السلطة أخذ علاقة الأخ وتصوير علاقة الأخ بالأخت القائمة على أفعال من خلال الأفعال التي رصدتها الساردة كالصمت والمنع والوصاية والملكية التي يمرها النسق الثقافي. وفعل الصمت تجلى في المؤسسة الاجتماعية في هذه الرواية من خلال إجبار المرأة على الصمت الذي التصق بها منذ قرون، ويشير الصمت ثقافيا إلى المرأة المهذبة والمكرمة اجتماعيا، حيث بات الصمت في المجتمعات خاصة العربية والمجتمعات المحافظة مؤشر ثقافي ينم عن الأخلاق الفاضلة التي أطلقتها عليه الثقافة. ولهذا نجد الغذامي يقول: نجد في الموروث الثقافي أدبيات جمة تؤكد فضل الصمت بما أنه جوهر ثقافي ومعدن كريم، بما أن السكوت من الذهب، وهذا الحرص الشديد على ترويج الصمت كقيمة عليا تفوق الكلام وتفضله يستدعي التساؤل فعلا، إذ ما بال الثقافة تتجه هذا الاتجاه وتركز التركيز كله على مشروعها العجيب في تحبيب الصمت. هذا الصمت نجده يتجلى من خلال التصميت الذي أو فعل التصميت الذي تمارسه الأم على الإبنة، وحينما تطالبها بعدم اللجوء إلى القراءة. تقول الساردة: Tu ne vas pas refaire le monde, répète-t-il, comme si déjà le seul fait de poser des questions pouvait déranger le monde. يعني من درجة أن الأم تطالب ابنتها بعدم حتى التساؤل وترفض لها أن تقرأ أو ترفض منها أن تقرأ الكتب، فهذه الجملة بنية ذهنية تحتفظ بخلفية تاريخية تموضع المرأة في خانة الإقصاء، حيث تفرض المؤسسة الاجتماعية قوانين لا تقبل التغيير. لهذا نجد نادية تلجأ من عالم من هذا العالم إلى البحر، ولتمارس وتبتعد عن فعل الصمت الذي يمارس عليها إلى البحر، لتتمكن من ممارسة فعل الكلام وتأدية الكلام، إنما جاء على مستوى أعلى وهو منعها حتى من التفكير في طرح السؤال. فكان البحر هنا هو الملجأ الوحيد لنادية لممارسة فعل الكلام. الفضاء نفسه نجده في رواية السمك لا يبالي. هذه الرواية التي لجأت في عنوانها إلى اعتماد مصطلح أو قيمة السمك كدلالة تحويها الحقل الدلالي للبحر، حيث يشكل البحر حيز أو فضاء مركزي في الرواية، إذ نجد الرواية تبدأ بفاتحة تتحدث عن هذه الشخصية البطلة، هي مو في علاقتها بالنجم، وهي تجلس نور على صخرة ملساء من بين الصخور الناتئة المدببة المسننة. إذا الساردة تسرد جميع الأحداث وهي البطلة في علاقة البطلة والنور، وأيضا شخصية نجم كلاهما في علاقة بالبحر. فقط هنا الرواية البحر ملجأ لشخصية نور للتماهي والانفتاح عليه، بينما يمثل الجانب المعتم والغامض في حينما تصف من خلاله شخصية النجم. فأغلب الشخصيات التي تحب البحر نجدها شخصيات متمردة تحب التحرر والمغامرة والانعتاق، وتعد أنجح روايات المغامرة، تحكي مسارا طويلا عن البحر. فاستهلاك الفضاء هنا مربوط بطبيعة القيم المستثمرة فيه من خلال هذه من خلال الكاتبات النسويات.
فحضور البحر إذا سأختم، حضور البحر في رواية ميساء وإنعام بيوض له أبعاد إيجابية وسلبية. ففي رواية في البدء كان البحر تتمثل في المواقف السعيدة التي تحمل معنى التفاؤل، أما الثانية متجسدة في المآسي والأزمات بمعناها التشاؤمي. هذا ما يوضح دور البحر في التخفيف من المعاناة ومن جهة أخرى تعميق مآسيه. شكل البحر عند المرأة الكاتبة هاجس من هواجس الهوية الأنثوية التي ينبغي المحافظة عليها، وتمثل الكيان ومثل أيضا الكيان الذاتي والفضاء الدلالي. ففي البحر حضور للذات الأنثوية، وهو انتماء ومثل انتمائها إليه حسا ووجدانا. اهتمام الروائية بالبحر كآلية لمعالجة النفس الأنثوية من المسكوت عنه من الطابو وتخليصا من المعاناة والقهر، فهو يمثل الحرية والانعتاق. شكرا وأحيي الكلمة.